النهارده السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زار مدينه سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء عشان يعمل ايه؟ عشان يتابع المراحل النهائيه لمشروعات تطوير موقع التجلي الاعظم فوق ارض السلام. كان معاه عدد من الوزراء والمسؤولين. لماذا هذه الزياره الان؟ ماذا سيتم في موقع التجلي الاعظم؟ خلونا نسأل ونسمع السيد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. مساء الخير سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بألف خير. سيادتك، زيارة السيد الدكتور مصطفى مدبولي النهاردة لموقع التجلي الأعظم، ماذا وراءها؟ يعني لماذا في هذا التوقيت وماذا سيكون في هذا الموقع؟ في الحقيقة فندم الزيارة جاءت في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم. التطوير ومشروع التطوير جاء بناء على تكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية في إطار مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين على ضوء ما تتميز به المدينة من مقومات سياحية كبيرة وتاريخية لها طابع تاريخي وأثري وروحاني وديني. المدينة بتتميز بمقومات جاذبة لكافة أتباع الأديان السماوية الثلاث، ومن هذا المنطلق دولة رئيس الوزراء حرص على متابعة كافة مراحل وكافة مكونات مشروع التطوير، سواء كنا بنتكلم على تطوير مطار مدينة سانت كاترين أو هو في مطار هناك هنطوره ولا هيتعمل مطار؟ بيتم تطوير المطار الحالي يا فندم. هناك يعني عملية تطوير شاملة في المطار. احنا بنتكلم على انه بيتم اضافة صالة للركاب بتشمل بسعة 600 راكب، وعمليات تطوير في المطار في نفس المطار الحالي، ولكن هناك عمليات تطوير لاستيعاب المزيد من السائحين في إطار جهود تطوير المنطقة، لأنه تطوير المنطقة سيتطلب توفير خدمات، وعلى رأسها بطبيعة الحال مطار يستوعب الزيادة في عدد السائحين الوافدين. نعم. طبعا تطوير المطار هو أحد المراحل المهمة في مشروع تطوير مدينة سانت كاترين. هناك أيضا دولة رئيس الوزراء تفقد أيضا منطقة سكنية بمنطقة الزيتونة بسانت كاترين أيضا. هل في منطقة سكنية؟ أنا آسف سيادة المستشار للمقاطعة، هل ستكون هناك منطقة سكنية جديدة تستوعب كل سكان المنطقة؟ هو يا فندم بالتأكيد في منطقة جاري العمل عليها في منطقة الزيتونة، هي بيتم إضافة وحدات سكنية وخدمية لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية. احنا بنتكلم على 21 مجمع سكني بإجمالي 546 وحدة سكنية. وطبعا سيتم توفير كافة الخدمات سواء مدارس ومساجد وكنائس ومحلات تجارية لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المدينة. الزيارة أيضا شملت صعود دولة رئيس الوزراء على تبة سيدنا هارون، واستمع لوجهات النظر الدينية والأثرية حول جبل التجلي والمنطقة المحيطة وكافة الدلائل على أن تلك المنطقة هي منطقة التجلي التي نصت عليها كافة أو أشارت إليها كافة الكتب السماوية. أيضا دولة رئيس الوزراء حرص خلال الزيارة على تفقد نزل بيئي جديد ومركز جديد للزوار. يعني كانت زيارة شاملة تضمنت زيارة العديد من المناطق التي جاري العمل على تطويرها، بخلاف أيضا دولة رئيس الوزراء شهد التوقيع على عقد الإدارة وتشغيل مكونات سياحية وفندقية في موقع التجلي العظيم. هو ده اللي أنا كنت عايز أسأل، إيه المكونات السياحية؟ يعني هيتعمل فنادق هناك تليق وتشجع السائحين؟ مكان زي ده عايز فنادق 3 نجوم ونجمتين و4 نجوم علشان يشجع الناس وما تكونش التكلفة عالية. هل ده موضوع في الخطة؟
بالضبط يا فندم. يعني كما اشرنا حتى في البيان الصادر انه العقود هي عقود اداره وتشغيل للمنشات السياحيه والفندقيه اللي هي بتكون تابعه لشركه مصر سيناء للسياحه، وبالتالي جزء من المواقع أو المنشآت السياحية والفندقية في المنطقة تم التوقيع عقد تشغيلها مع شركة شتاينبرجر، وأيضا هناك تم الإشارة إلى أنه هذه المناقصة تنافست عليها عدد كبير من الشركات وفازت بها هذه الشركة. نعم. في طبعا الشركه هي بتدير المرافق كما ذكرت المملوكه لشركه مصر سيناء للسياحه، لكن هناك ايضا يعني مواقع سياحيه يفترض ان يتم تطويرها، وسيتم ايضا العمل على يعني ادارتها بالاسلوب الامثل بالتعاقد مع شركات في هذا المجال. هل محدد احنا عايزين نجتذب عدد سياح قد ايه في هذه المنطقة الهامة؟ يعني ده مكان وحيد في العالم الذي تجلى فيه صوت الله سبحانه وتعالى، فهل في تصور احنا عايزين سياح قد ايه قلنا من الداخل والخارج؟ وبطبيعة الحال يعني الدولة بتسعى لتطوير عدد السياح الوافدة إلى مصر بصفة عامة، يعني طبعا يعني كما أشرنا من قبل إنه مصر استطاعت إنها تحصل خلال العام الماضي على حوالي 14 مليون سائح، وبصفة عامة ليس فقط في سيناء ولكن في العديد من المواقع والمزارات السياحية على مستوى الدولة. كل المشروعات التي يوجد بها شق سياحي أو مرافق سياحية الدولة بتضع نصب أعينها كيفية جذب السياح لهذه المناطق، وزيادة عدد السائحين ربما يعني خلال السنوات المقبلة حتى نصل إلى ربما 50 مليون سائح. فبالتالي منطقة التجلي الأعظم ومدينة سانت كاترين بصفة عامة يعني إن شاء الله نتوقع لها عندما تكتمل كافة المنشآت السياحية وعملية التطوير أن تجتذب ملايين السائحين خلال الفترة السنوات المقبلة إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.